لما نفكر بالستراكشر للباكيت، اي بمعنى لما نفكر الباكيت كيف يمر في النتورك. طبعا الباكيت لما يمشي في النتورك مفروض من عنده انه يعبر مجموعة layers، منها application, transport, network, link, physical. واكيد انتو عندكم فكرة عن هذه اللايرات اللي هي OSI layers. الابليكيشن ممكن نعطي اكزامبل لها HTTP. احنا موضوعنا TCP والUDP، اذا راح نكون في اللاير الثاني اللي هو الترانسبورت. بعدها يجي النتورك اللي هو IP مثال عليها، بعدها يجي اللينك لاير اللي هو الايثرنت او الواي فاي، كذلك اخر شيء اللي هو الفيزيكال ممكن نعتبرها الكوكسيل ايثرنت كيبل. اذا احنا كان شغلنا في الترانسبورت لاير UDP TCP. اخذنا فكرة عن الـ UDP والـ TCP. وقبل الانتقال للـ TCP، الفكرة من الـ Transport Layer اللي هي موجود فيها TCP والـ UDP. الـ Transport Layer يسمح لك انه انت التطبيق، استخدام تطبيقك او استخدام اكثر من تطبيق لكونكشن واحد في النتورك. اذا جيت فكرت كيف استخدم التطبيقات مختلفة انه تستخدم كونكشن واحد للنتورك باتصال واحد من النتورك، ممكن استخدام اكثر من تطبيق. لو فكرنا في TCP والUTP، او تركنا TCP والUTP وفكرنا في النقل الباكيت من الهوست الى السيرفر او من اللوكال الى السيرفر، حنلاحظ انه بالسيرفر بالسندر سايد المرسل، خلينا نقول لما ترسل الباكيت، الباكيت حيكون على بورت معين، فليكن البورت 1000 1100 1200 1300 1400. هذا البورت راح يكون في داخلها المسج اللي هو الباكيت. هذا الباكيت المسج اللي فيه داخله حيحتوي على البورت نمبر، رقم البورت، كذلك حيحتوي على الديستنيشن بورت، فلتكن HTTP اي بمعنى 80. في هذه الحالة المسج هذا حيحتوي أيضا سيجمنت، هذا السيجمنت حينتقل إلى النتورك لاير. بانتقال للنتورك لاير ووصول للطرف الثاني، الطرف الثاني نتورك لاير أيضا حيرسل للمستقبل على شكل أنه السورس كان من هذا البورت، مثل ما لاحظناها في الإكزامبلز بالمثال بالأمثلة اللي كنا ناخذها، كنا نلاحظ أنه الكلاينت لما كان يصل للسندر كان يحتوي على البورت اللي تم إرسال من عنده، كذلك الديستنيشن بورت اللي هو 80 أو أي بورت كان. إذن هذا هو الغرض من الترانسبورت لاير. زين، لو فكرنا بين TCP وبين UDP، UDP حيكون الباكيت المرسلة أصغر بكثير من TCP، وقد تصل إلى 60% أصغر من الباكيتات اللي ترسل عن طريق TCP. يعني انه الـ UDP header حيكون 8 بايت، بينما TCP header توصل 20 بايت. هاي هي الفكرة. الـ UDP ما فيها connection حتى يعمل لك، او يسموها connectionless، او حتى يعمل لك maintenance لها. نفس الوقت فيها more control على الداتا لما يرسل. زين، بالنسبة للـ UDP كايرور ديتكشن صعب انه تكشف انه انت عندك ايرور او لا، لانه ما فيها اثنتيكيشن، ما فيها تاكيد على انه اصبح في كونكشن وثيق بين السيرفر، بين اللوكال او المرسل والمستقبل. ما يضمن الاتصال بيناتهم 100%، لا، لكنه يبعث الداتا. whatever كان، مهما كان هذا الداتا اللي راح يوصل كانت فيها مشاكل او لا. النقطة الثانية انه ما فيها error recovery، بمعنى انه ما يكتشف انه في خلل. يعني لما يرسل الباكيت للطرف الثاني ممكن هذا الباكيت يكون فيها اخطاء، ما لا علاقة انه يعمل كشف للاخطاء. نفس الوقت ما الى علاقة باللوست باكيت، يعني لما يرسل بالUDP من المرسلة للمستقبلة، ما لا علاقة اذا كان هذا الباكيت lost، ضاع في الطريق، تاه في الطريق. UDP ما لتحق ما أو ما إلى علاقة أنه يقوم بالتحقق من هذا الأمر. كذلك لما ترسل بالUDP
مسج، فلنكن انه المسج اي قمت بارسالها من المستقبل من المرسل للمستقبل الطرف اي لحد الطرف بي، وتكون هذه الرساله في الطرف اي 1 2، بالطرف بي ممكن توصل على شكل 2 1. يعني مثلا بالطرف اي انت عملت مثلا برنامج التكست تكست مسج، لما نفكر بالتكست مسج انت قمت بإرسال من الكمبيوتر الاول للكمبيوتر الثاني، لما ترسل المسج الاول فليكن هذا داخل المسج مرحبا محمد، لما يصل هذا المسج بالطرف الثاني انت ما تضمن 100% انه يصل مرحبا محمد، ممكن يصل محمد مرحبا. اذا في هذه الحالة انه الـ UDP حيكون out of order، ما لا علاقة انه الباكج كيف راح يوصل، ايهما اول وايهما الثاني، هاي بالنسبة للـ UDP connection. اضف الى ذلك في الـ UDP انه انت من ترسل الباكيت من الطرف الاول للطرف الثاني، ما العلاقة الـ UDP انه حالة النيتورك بين الطرف الاول والطرف الثاني ممكن يكون congestion، اي بمعنى ممكن يكون حالة اختناق في النيتورك او حالة كيف اترجم لك اياها، congestion بمعنى اختناق او بمعنى حالة البيك او بيزي، أو في حالة النيتورك كان مشغول جدا يعني في كميات هائلة. الـ UDP ما لها علاقة هذا النيتورك اذا كان overloaded congested، لا ما لها علاقة، هو راح يرسل الباكيت سواء كان النيتورك ضعيف او نيتورك قوي او نيتورك فارغ او كان نيتورك مختنق بالترافيك اللي موجود في داخلها. لو فكرنا في TCP اللي هو الموضوعنا الجديد، خلونا نشوف التايم 6 مينت، نوقف نكمل الدرس القادم، مع السلامة.